أسواق مالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من جمهورية مصر العربية. مرحبا بك سيدة رشيد، وأبدأ معك من انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا الأربعاء، والتوقعات أيضا تشير إلى ارتفاع معدل الأسعار، ما رأيك؟ مساء الخير. أولا طبعا أهم حدث نتوقعه الأسواق هذا الأسبوع هو بيانات التضخم الأمريكية. يعني في البداية علينا الإشارة إلى أن التضخم وصل ارتفاعه في الولايات المتحدة طوال الفترة الماضية، وصل في نوفمبر إلى أعلى مستوياته، أو سجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ ثمانينات القرن الماضي، وبالتحديد منذ 1982 عندما ارتفع التضخم بنسبة 6.8%. توقعات هذا الشهر او توقعات بالنسبه لشهر ديسمبر المقرر صدورها يوم الاربعاء بتدعم استمرار ارتفاع التضخم، بل انه قد يسجل وتيره ارتفاع 7%. تلك الوتيره قد تضغط على الاسواق بشكل كبير جدا. طبعا سيكون اكبر المستفيدين من هذا الامر الذهب وبعض قطاعات الاسهم، وبالاخص القطاع التكنولوجي. ارتفاع التضخم اعلى من المتوقع قد يدعم الذهب وقطاعات الاسهم، ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار ان ايضا ارتفاعات التضخم يعني سيضغط او سيتسبب في زياده التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي الامريكي خلال الفتره المقبله، وهل سيتجه الى تسريع وتيره التجديد النقدي ام انه سيبدا في رفع الفائده حتى يعني قبل منتصف عام 2022. واغلب التوقعات تدعم رفع في شهر مارس المقبل لو جاءت بيانات التضخم المقرر صدورها غدا اعلى من المتوقعات، وبالتالي فيعني الاسواق تترقب عن كذب تلك البيانات بشكل كبير جدا، لان انها ستحدد يعني هي طبعا اول بيانات للتضخم مع بدايه عام 2022 بتدعم يعني اي الاتجاهين سيتجه فيهم الفيدرالي الامريكي الفتره المقبله. هل سيتجه الى تسريع وتيره التجديد النقدي، خاصه انه قد بالفعل بدا يسرع تلك الوتيره وسحب سيوله باكثر من المتوقع في اجتماع ديسمبر المقبل ب 30 مليار دولار، ام انه سيبدا نوعا ما في التريث؟ فهذا يعني تلك البيانات قد تتسبب في مجرد صدورها لو ارتفعت باكثر من 7% قد تتسبب طبعا في يعني حدوث اضطرابات قويه في السوق. الذهب قد يواصل ارتفاعه، ولكنه ايضا سيواجه تحديات، الفيدرالي الامريكي سيواجه تحديات جديده في الفتره المقبله. طيب، هل يكون اللجوء الى الذهب خلال الفتره المقبله امرا حتميا مع مؤشرات ارتفاع التضخم؟ طبعا يعني جرى الامر ان الطلب على الذهب يرتفع مع ارتفاعات التضخم، لان الذهب يعتبر اداه رئيسيه للتحوط ضد التضخم، وبالتالي ارتفاعات التضخم المفرطه خلال الفتره الماضيه دعمت ارتفاعات الذهب في يعني بشكل كبير جدا. حتى راينا انه مع بدايه التداولات الاسبوعيه وجدنا الذهب يرتفع من مستويات ال 1790 دولار للأونصة، حتى انه يجرى الان تداوله بالقرب من مستويات ال 1806 دولار للأونصة، مع الاستعداد لبيانات تضخم قويه قد تصدر غدا. تمام، ولكن احتمالات ان يعني لو جاءت بيانات التضخم اعلى من 7% فقد يتسبب كما ذكرت انه قد يؤدي الى زياده التحديات امام الفيدرالي الامريكي الفتره المقبله، وبالتالي بالطبع قد نرى ارتفاعات للذهب، ولكن تلك الارتفاعات قد تكون مؤقته، لان الاسواق ستتجه انظارها نحو يعني قرارات الفيدرالي الامريكي خلال اجتماعاته المقبله، وبالاخص في اجتماع يعني يناير المقبل اللي هو مقرر صدوره يوم 26 من الشهر الحالي. مجرد ان الفيدرالي الامريكي اي اشارات على انه سيبدا في رفع الفائده في اجتماع مارس المقبل او تسريع وتيره التسجيل النقدي قد يتسبب هذا في عوده الضغوطات على الذهب من جديد. ولكن طالما لم يتخذ الفيدرالي الامريكي او لم يتخذ الفيدرالي الامريكي او في انتظار اجتماع الفيدرالي الامريكي، طبعا يعني سيكون هذا دعم رئيسي لاسعار الذهب، وقد نراها من جديد عند مستويات ال 1830 دولار للأونصة لو لم يتدخل الفيدرالي الامريكي للحد من ارتفاعات التضخم المفرطه. الا يتاثر الذهب بارتفاع اسعار الفائده الامريكيه؟ يعني بالطبع حاليا اسعار الفائده الامريكيه بتستقر قرب مستويات الصفر، وهذا
تسبب فيه طبعا مع ارتفاع التضخم تسبب فيه زياده العوائد السالبه، العوائد الحقيقيه الان سالبه، وهذا الامر يدعم الذهب بشكل رئيسي طبعا لاداه للتحوط ضد التضخم واداه للتحوط بشكل عام من عدم الاستقرار المالي الذي يحدث. وبالتالي فاحتمالات رفع الفائده الامريكيه سيضغط على الذهب، لان يعني العوائد الحقيقيه قد تستقر نوعا ما في الفتره المقبله طالما بيبدا الفيدرالي الامريكي في تشديد السياسه النقديه وفي رفع الفائده، سيضغط هذا بلا شك على اسعار الذهب. ولكن اي من الرفع اصلا الاسواق يعني سعرت احتمالات رفع الفيدرالي الامريكي الفائده مرتين خلال العام الجاري، وبالتالي فايضا يعني هذا لم يدعم الذهب حتى الان، يعني الان هو مستقر بالقربه من مستويات ال 1806 دولار للاونصه، وهناك ايضا توقعات بتقول او بتدعم انه ممكن يوصل لمستويات ال 1830 دولار للاونصه ما لم يتخذ الفيدرالي الامريكي قرارات قويه تمنع استمرار ارتفاعات التضخم يعني المترقبه او اللي احنا ننتظرها غدا. وبالتالي يعني بدات الاصوات تسعر ايضا او بدات هناك احتمالات برفع الفيدرالي الامريكي الفائده حوالي 4 مرات. مؤسسه جولدمان ساكس اشارت في توقعاتها الاخيره ان الفيدرالي الامريكي قد يتجه الى رفع الفائده الامريكيه 4 مرات خلال العام الحالي. وبالتالي اذا فعلا يعني حدث هذا الامر سيتسبب في عوده الضغوطات من جديده على الذهب خلال الفتره المقبله. اهم ما نترقبه الان هو اجتماع الفيدرالي الامريكي بعد بيانات التضخم المقرر صدورها غدا. اجتماع الفيدرالي الامريكي هو الذي سيحدد ماذا سيحدث في عام 2022. هل بالفعل سيبدا في رفع الفائده في اجتماع مارس كما تشير اغلب التوقعات، ام انه او ان الوضع الاقتصادي لا يزال يدعم او تشديد السياسه النقديه ولكن بوتيره اقل مما تستوعبه الاسواق الان؟ لو تحدثت عن عام 2022 وبما اننا نتحدث عن الارتفاعات، يعني هل سيكون هو عام الارتفاعات في نسب الفائده؟ بالطبع يعني استمرار ارتفاعات التضخم حتى لو لم تكن المشكله الرئيسيه من البنوك المركزيه التي تسببت في او السياسات النقديه التوسعيه التي لجأت لها البنوك المركزيه مع الجائحه كانت السبب الرئيسي في ارتفاعات التضخم. يعني نحن نرى ان ارتفاعات التضخم تعود لعوامل كثيره اخرى مثل كسر سلاسل التوريد، استمرار الاغلاقات، تراجع الانتاج بشكل عام، ارتفاع اسعار النفط المفرطه واستقرارها بالقرب من مستويات ال 80 وال 85 دولار للبرميل، كل تلك العوامل كانت السبب الرئيسي في يعني ارتفاعات التضخم القويه. ولكن مع نهايه عام 2021 بدات البنوك المركزيه تتجه الى تجديد السياسه النقديه حتى يعني لكبح جماح التضخم او لكبح استمرار ارتفاعات التضخم القويه، حتى لو لم تكن تلك السياسات او معدلات النمو هي المحرك الرئيسي، ولكن هو امر يعني واجب يعني قد يدفع البنوك اغلب البنوك المركزيه لتلك السياسات في الفتره المقبله. حتى راينا انه في اجتماع ديسمبر الماضي رفع مثلا بنك انجلترا الفائده بشكل غير متوقع وبشكل مفاجئ من 10% ل 25%، وايضا بنك انجلترا لم يكن هو البنك الوحيد الذي لجأ لرفع الفائده، ولكن هناك بنوك مركزيه اخرى مثل الاحتياطي النيوزيلندي بدا في رفع الفائده مع نهايه عام 2021. فهو اصلا سياسات رفع الفائده بدات منذ عام 2021 وقد تستمر طبعا في عام 2022 لو استمرت التضخم او استمر التضخم في الارتفاع بشكل قوي جدا خلال الفتره المقبله. وبالتالي سيكون يعني الحل الوحيد امام البنوك المركزيه هو رفع الفائده في محاوله لتعطيل يعني استمرار ارتفاع التضخم القوي، حتى ان البنك المركزي الاوروبي مثلا بالرغم من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقه اليورو الا انه في اجتماعه الاخير اكد على ان البنك المركزي قد يبدا في رفع الفائده خلال عام 2022، وايضا بدا في يعني تقليص برنامج التحفيز الطارئ الذي لجا له بسبب الجائحه، ويعني قرر انه قد ينهيه في مارس المقبل. وبالرغم من يعني رفع برنامج التيسير النقدي من 20 ل 40 الى انه يتوقف مع نهايه او مع بدايه الربع الثالث انه يبدا البرنامج يقل لمستويات ال 30 مليار. فاغلب البنوك المركزيه في العالم كله تتجه لتشديد السياسه النقديه في محاوله لكبح جماح التضخم او كبح ارتفاعات التضخم التي اصلا سبب رئيسي في عرقله النمو الاقتصادي. ف
فبالطبع استمرار عام 2022 واستمرار معدلات التضخم بهذا الشكل قد يدعم مزيد من رفع الفائدة في أغلب دول العالم الفترة المقبلة. الأسواق تترقب الإشارات سيدة رشيد من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة، ما هي توقعاتك لتلك القرارات؟ مبدئيا احنا ننتظر اليوم تصريحات او شهاده محافظ الفدرالي الامريكي جيروم باول امام اللجنه المصرفيه بمجلس الشيوخ لاعاده تعيينه لولايه ثانيه من جديد. بدايه التوقعات اليوم بتدعم استمرار يعني تصريحات باول الايجابيه للدولار الامريكي وتشديد السياسه النقديه طبعا في محاولة لمنع استمرار ارتفاع التضخم، حيث أن من المتوقع مثلا أن باول يؤكد على استمرار تراجع القدرة الشرائية لدى الفرد والتي تتسبب في منع أو عرقلة وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي سيكون هذا الأمر داعم رئيسي للدولار الأمريكي. وأيضا تترقب الأسواق كما أشرت مع نهاية الشهر يوم 26 من الشهر الحالي اجتماع الفدرالي الأمريكي وسط توقعات بزيادة رفع أو بداية رفع الفايدة 4 مرات خلال عام 2022 كما أشارت بعض المؤسسات، كما أن أغلب التوقعات تدعم الآن رفع الفائدة في اجتماع مارس المقبل لو جاءت بيانات التضخم غدا 7% أو أكثر كمان من 7% وهو المتوقع، فكل تلك العوامل قد تتسبب في النهاية أو قد تدعم في النهاية ارتفاع الدولار الأمريكي، لأن تسريع وتيرة التشديد النقدي في النهاية قد يتسبب في دعم الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية وقد يضغط على أداء السلع والأسهم خلال الفترة المقبلة لو فعلا بدأ الفدرالي الأمريكي سواء باول في شهادته اليوم أو في اجتماعه في نهاية الشهر الحالي بسياسة أكثر تشديدية أو بسياسة أكثر إيجابية للدولار الأمريكي. طيب هذا مربوط بالقرارات المنتظرة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، ماذا عن الدولار وحركة الدولار خلال الفترة المقبلة أيضا؟ هل ستتأثر ببيانات التضخم أم سيكون التأثر بسيط أو طفيف؟ لا بالطبع عندما نتحدث عن التضخم الذي سجل مستويات لم يصل له منذ ثمانينات القرن الماضي، فبالطبع أي بيانات تضخم خلال الفترة المقبلة سيكون تحركاتها قوي جدا على الأسواق، خاصة لو جاءت أكثر من المتوقع. في الشهر الماضي عندما ارتفعت بيانات التضخم الأمريكية بنسبة 6.8% وجدنا ارتفاعات قوية في الدولار الأمريكي وأيضا في الذهب الذي لجأ له المستثمرين كأداة رئيسية للتحوط ضد التضخم، وبالتالي فالبيانات المرتقبة غدا قد يكون لها تأثير قوي على تحركات الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة، لأن ارتفاع التضخم لو جاء أكثر من 7% كالمتوقع سيكون هذا داعم رئيسي لتسريع الفدرالي الأمريكي كما أشرت وتيرة التشديد النقدي، وبالتالي سيكون هذا يعني سيتجه المستثمرين إلى الدولار الأمريكي وسيضغط هذا على الذهب حتى لو ارتفع بشكل مؤقت مع صدور البيانات طبعا خوفا من التضخم، ولكن ارتفاع التضخم باكثر من 7% قد يتسبب في زياده الضغوطات على الذهب من المدى المتوسط الى المدى البعيد، خاصه لو يعني مع الترقب لقرارات الفدرالي الامريكي في نهايه الشهر الحالي. اما بالنسبه للدولار الامريكي فالدولار الامريكي قد يشهد ارتفاعات قويه خلال عام 2022 لو استمر بالفعل تحسن البيانات الاقتصاديه، فيعني البيانات الاقتصاديه في الولايات المتحده كانت افضل بكثير من بقيه دول العالم وبقيه دول اوروبا واسيا، فبرغم من التحديات التي ايضا تواجه بعض القطاعات مثل قطاع سوق العمل واضافه سوق العمل مثلا خلال شهر ديسمبر 199 الف وظيفه فقط وتم توظيف 199 الف وظيفه فقط في شهر ديسمبر وهو اقل بكثير من المتوقع او اقل من نصف المتوقع ايضا، الا ان باول خلال تصريحاته الماضيه اكد على ان سوق العمل يعني مستوياته او تعافي سوق العمل او سوق العمل مستمر في وتيره التعفيه، ايضا هو لم يصل لمستويات ما قبل الازمه، ولكن قطاع سوق العمل من احد القطاعات التي تدعم استمرار الفدرالي الامريكي في تشديد السياسه النقديه، فبالنظر على البيانات الاقتصاديه بمجمل وبشكل عام تراجع البطالة واستمرار تراجع البطالة، استمرار تعافي معدلات التوظيف الأمريكية، استمرار تعافي أيضا القطاعات التصنيعي والخدمي وتوجه الفدرالي الأمريكي لتسجيل السياسة النقدية طبعا مع ارتفاعات التضخم في نهاية المطاف
قد يدعم ارتفاع الدولار الامريكي امام اغلب العملات الرئيسيه والسلع، لان سيكون الدولار الامريكي هو اولى البنوك المركزيه التي تتجه لتشديد السياسه النقديه بوتيره قويه تدعم ارتفاع عملته المحليه في الفتره المقبله. لو تحدثنا عن برنامج التجديد الكمي للاحتياطي الفيدرالي سيدة أماني، عندما يبدأ هل سيكون له تأثير على برامج البنوك المركزية الأخرى على مستوى العالم؟ بالطبع التوجه الفيدرالي الامريكي لتشديد السياسه النقديه مع استمرار تعافي الاقتصاد قد يضغط على اداء البنوك المركزيه، او قد يتسبب في زياده الضغوطات على البنوك المركزيه الاخرى، لان رفع الفائده الامريكيه قد يعرقل ايضا وتيره تعافي الاسواق الناشئه، ده من ناحيه. ومن ناحيه اخرى ان البنوك المركزيه المتقدمه للدول المتقدمه مثل مثلا البنك المركزي الاوروبي قد يعني يدفعه لايضا تشديد السياسه النقديه، بالرغم من ان اداء منطقه اليورو يعني لا يزال ضعيفا نسبيا طبعا مقارنه مع الاداء الاقتصاد الامريكي القوي، ولكن يعني قد يدفع اغلب البنوك المركزيه في نهايه المطاف الى التوجه لتشديد السياسه النقديه هي ايضا، لان يعني تشديد السياسه النقديه قد يتسبب في عرقله اغلب النمو الاقتصادي او اغلب القطاعات في اغلب الدول العالم، وبالتالي فيعني سيكون امر لا مفر منه خلال عام 2022، حيث كما اشرت ان اغلب البنوك المركزيه بدات بالفعل في تقليص برامج شراء الاصول ورفع الفائده قبل نهايه عام 2021، ده هذا يعني بسبب ايضا الفيدرالي الامريكي. ومن ناحيه اخرى لان اغلب ايضا دول العالم تعاني من ارتفاعات تضخم قويه جدا تتسبب في زياده الضغوطات على الاقتصاد وعرقله النمو الاقتصادي، فقد لا يكون الحل امام اغلب البنوك المركزيه بالرغم من تباطؤ اغلب القطاعات الاخرى، مثلا عندما نتحدث عن منطقه اليورو التي تعاني من تباطؤ نمو او يعني استمرار في يعني تباطؤ وتيره التعافي الاقتصادي بسبب تباطؤ اغلب القطاعات، ولكن ارتفاعات التضخم القويه قد يكون يعني لا مفر امام البنوك المركزيه مثل مثلا البنك المركزي الاوروبي او بنك انجلترا او اي من البنوك الاخرى في تشديد السياسه النقديه ايضا خلال عام 2022. ننتقل الان الى النفط سيده رشيد، يعني كيف سيكون شكل اسواق النفط واين ستتجه اسعار النفط في 2022؟ في البداية علينا الإشارة أن أسعار النفط بدأت عام 2022 بارتفاعات قوية، ولكن تلك الارتفاعات قد تكون يعني لعوامل مؤقتة، فبسبب طبعا نقص الإمدادات أو توتر أو المخاطر الجيوسياسية التي تواجه الدول المنتجة للنفط مثلا مثل كازاخستان أو ليبيا، ولكن تلك العوامل قد تكون مؤقتة، وقد يعني ارتفاعات النفط الحالية واستقرار خام غرب تكساس مثلا بالقرب من مستويات ال 85 دولار للبرميل اللي هي يعني وخام برنت بالقرب من 85 دولار وخام غرب تكساس بالقرب من مستويات ال 80 دولار هي يعني قد تكون عوامل مؤقته، لان الفتره القادمه سيتحدد اسعار النفط بناء على قوى العرض والطلب. الطلب من ناحيه استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا وهل سيؤثر على الطلب او تعافي الطلب العالمي ولا لا، خاصه ان اغلب المنظمات مثل وكاله الطاقه الدوليه واداره معلومات الطاقه وحتى اوبك بلس اشارت الى ان توقعات الطلب لم يتعافى بشكل كبير جدا ليدعم الاسعار خلال الفتره المقبله. فالاسواق الان تتجه هل ستتأثر معدلات الطلب على النفط في الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع الفيروس، أم أن العالم بدأ يتعايش بالفعل وأن معدلات الطلب لن تعود طبعا لمستويات مع بداية تفشي الجائحة؟ من ناحية ثانية هل مستويات العرض ستستمر في التراجع مع بداية العام طبعا بسبب نقص المعروض في كازاخستان وليبيا وبعض الدول المنتجة، أم أن الدول المنتجة أو دول أوبك بلس التي تستمر في سياسة رفع الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يوميا سيضغط على الأسعار في النهاية؟ كل تلك العوامل يعني قد تتسبب في زيادة الضغوطات على النفط على المدى المتوسط إلى المدى البعيد. أمر واحد قد يدعم يعني تعافي الطلب أو تعافي أسعار النفط لمستويات 90 دولار هو أن يستمر الوضع الحالي، أن يستمر نقص المعروض واستمرار تعافي الطلب.
هل لو استمر كان نرى مستويات او النفط عند مستويات ال 100 دولار حاليا هذا الامر مستبعد، لان الوضع الاقتصادي العالمي ولجوء الاحتياطات او لجوء بعض الدول الكبرى مثل الصين واليابان والولايات المتحده الى الاحتياط الاستراتيجي يعني في نهايه عام 2021 ينذر بالتشاؤم نوعا ما من ان استمرار نقص المعروض قد يدفع تلك الدول لمزيد من الاحتياط الاستراتيجي هو الامر الذي قد يتسبب في زياده الضغوطات على النفط في نهايه المطاف، ام ان اصلا اوبك بلس قد يعني تزود او تبدا في زياده الانتاج باكثر من 400 الف برميل يوميا خلال الفتره المقبله مع استمرار تعافي الطلب العالمي. طيب هنالك انباء عن ان بعض منتجي النفط، وانت تحدثتي عن ان يعني النفط سيكون عند مستوى 90 دولار إذا ما تعافى الطلب، بالمقابل يعني الإنتاج بقي قليلا. بعض منتجي النفط يجدون صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام، هل هذا يعني أن الخام سيواصل الصعود يعني بحسب تخمينك؟ وبحسب أيضا تخمينك، هل بالفعل يعني هذه الدول ستبقى غير قادرة على الوصول إلى النسبة المحددة التي حددتها عفوا منظمة أوبك بلس، أم أن هناك خطوات أخرى يمكنها السيطرة على ارتفاع الأسعار؟ يعني علينا الإشارة في بداية الأمر إن يعني هناك مع بداية عام 2022 كان هناك يعني العديد من الأزمات التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط، كانت طبعا مع التوترات السياسية في كازاخستان والتي أدت إلى تعطل أكبر حقول الإنتاج النفطي، ومن ناحية ثانية طبعا عمليات الصيانة لخطوط الأنابيب في ليبيا، وبالتالي تلك العوامل يمكن اعتبارها أنها عوامل مؤقتة، لأن العوامل بمجرد يعني عودة الأمور لطبيعتها قد يعود معدلات الإنتاج كما هي دون تغيير، وبالتالي قد يضغط على أسعار النفط في خلال الفترة المقبلة. فعندما مثلا بدأت تراجع الإنتاج في ليبيا من مستويات ال 1.2 مليون برميل لمستويات 729 ألف برميل، ولكن كما أشرت أن بدأت أصلا ليبيا أو بدأت الخطوط الليبية أو أعمال الصيانة تنتهي، وبالتالي قد يبدأ عودة رفع الإنتاج مرة أخرى في ليبيا، وبالتالي تلك العوامل يعني أشارت أغلب المحللين أو أغلب التوقعات بتصب صح أن أغلب تلك العوامل يعني عوامل مؤقتة. الامر الذي قد يتسبب في استمرار ارتفاع اسعار النفط هي ان اوبك بلس تقلص الانتاج او تقلص زياده رفع الانتاج عن 400 الف برميل يوميا، وهذا الامر الان مستبعد، بل ان يعني كما اشرت ان بعض الدول الكبرى مثل الصين واليابان والهند والولايات المتحده استمرار ارتفاع الاسعار يضغط على اداء طبعا الاقتصادات واستمرار ارتفاع التضخم، وبالتالي لجوء تلك الدول للاحتياط الاستراتيجي في 2021. فهل لو نجحت الاسعار في الوصول ل 90 دولار للبرميل هل ستلجا تلك الدول لاتخاذ هذا الامر او للجوء لهذا الخيار مره اخرى؟ لو بالفعل حدث فتلك الدول لن يعني تصمت عن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي عندها، وبالتالي سيضغط في نهايه المطاف على الاسعار من المدى المتوسط الى المدى البعيد. أشكرك جزيل الشكر السيدة أماني رشيد، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من جمهورية مصر العربية، على كل هذه التفاصيل والمعلومات التي قدمتها لنا، شكرا لك.